شفت كتير في المحتوى العربي، بس بصراحة ان احنا نوصل لمرحلة راقي شرعي رايح يرقي منتخب الجزائر في الكاميرون ما وعاش عليها بصراحة. انا شفت ناس بتطبل الرياض عشان تجيب فيوز، تمام مفيش اي مشكلة. شفت عم رضا عبد العال بيلقح كل شوية على كيروش، مفيش اي مشكلة. بس بصراحة نوصل لموضوع رقية شرعية ومنتخب الجزائر، لا لا لا، ده احنا كده عدينا الفلنكات يا راجل. اللي هو ايه الكلام على ايه؟ لا انا مش بتكلم على فيديو جايب 1000 او 2000 مشاهد، انا بتكلم على فيديو جايب 420,000، اللي هو بالصلاة على النبي الناس مصدقة الكلام ده؟ نرجو منكم الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات صراحة مش عارف اللغة دي لتصلكم كل جزائرية ولا. فيديو جديد على الفور. أثارت النتائج التي أحرزها المنتخب الجزائري في المباراتين الأخيرتين الجدل في الجزائر، وبالأخص في المباراة الأخيرة التي نال من خلالها المنتخب الجزائري خسارة مبرحة من طرف منتخب غينيا الاستوائية. مع احترامي كل الناس اللي اتفرجت على المباراة كانت بتقول ان المنتخب الجزائري كان يستحق الخسارة. اغلب الناس اللي جم علقوا عندي هنا كانوا بيقولوا ان الموضوع ما فيهوش سحر ولا اي حاجة، بالعكس الناس راحت لحتة تسلل بتاع يوسف بلايلي، راحوا لحتة ان الحكم والفار ما كانش موجود، بس حتة ان احنا يبقى المنتخب عايزين رقية شرعية جديدة بصراحة. لكن المنتخب الجزائري الأمر خارج عن إرادته، وذلك لأن الكرة كانت ترفض الدخول للمرمى رغم المحاولات الكثيرة، يا سلام. مما يشير لوجود سحر حسب ما زعمه رواد التواصل. هذا وطالب عدد من رواد التواصل. رواد التواصل، انا اعرف رواد التواصل كانوا بيتكلموا على المباراة تكتيكيا وفنيا، بس رواد التواصل ايه اللي بتتكلم على المباراة سحريا دي؟ الاجتماعي بإحضار راقي المنتخب الجزائري من أجل عمل الرقية الشرعية له. هذا وتحدث الراقي ابن الشنفرة في فيديو أنه وبعد وفاة الراقي بالحمر الذي كان يتنقل مع الخضر في انت ملاحظة ان انت خبطت الدنيا ببعض كده؟ يعني كان في راقي اساسا ماشي مع منتخب الجزائر؟ انت كده مش بتدافعي، انت كده بتلبسي الدنيا ببعض. انت تعرفي ميدو؟ اه والله بجد، اللي هو كان في راقي وتوفى الراقي اللي كان بيروح مع منتخب الجزائر، اللي هو يخرب بيتك، انت كده مش بتدافع عن المنتخب، انت كده بتسيئي للمنتخب. لا يوجد راقي آخر لا والله، ينتقل معهم. اللي هو بعد الراجل اللي كان مع الفرقة مات، ما بقاش موجود معانا حد يفك السحر. طب الراجل اللي كان بيروح يفك السحر ده لما راح ماتش كولومبيا كان بيدور على ايه؟ قال ابن الشنفري: بالرغم من أنني لا أتابع كرة القدم، يا إلهي، لكن شاهدت المباراة المنتخب الوطني وتفرجت كيف عانى الخضر أمام مرمى المنافس دون نتيجة وإحراز هدف. وأبدى ابن الشنفرة استعداده للسفر إلى الكاميرون في أقرب فرصة. ابن الشنفرة ده لو عرف مرتضى منصور هيبقى اصدقاء قوي، مرتضى هيجيبه معاه في كل ماتش حرفيا، اللي هو بيفكرني بماتش الاهلي والزمالك لما لعبت الزمالك كانت نازله بترش ميه وفي الاخر طلعوا خسرانين 2-0، تحس العمل كان مضروب تقريبا. تسهيل إجراءات استخراجه للجواز الذي لا يملكه. يا سلام، يعني شيخ قد الدنيا وبتاع رقية شرعية ما طلعش كده باسبوره وقعد مكانه، لا ده محتاجين نطلع له تأشيرة ونوديه الكاميرون. جدلا بشأن خطوته التي رآها البعض مجرد شعوذة وشعبوية طبعا ممكن شعواذ، يعرف حسبها دي مش شعواذ، ده لكن احنا عندنا مرحلة الشعواذ. يا نهار اسود، فيما أشار النيل بعض رواد التواصل الاجتماعي أنه بالفعل قد وصل أحد الرقاة الكاميرون، وأكد أن المنتخب الجزائري يعاني من السحر والله أعلم. يعاني من السحر والله اعلم. عارف بقى المصيبه ان الاتحاد الجزائري خد الكلام ده على محمل الجديه، وبصراحه دي الحاجه الوحيده اللي لازم تاخد على محمل الجديه. الاتحاد الجزائري طلع نفى الهبل ده، قال لك يا جماعه سحر ايه، ما توحدوا الله شويه، اللي هو احنا وصلنا للمرحله دي، احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنتكلم ان احنا نجيب شيوخ يرقي الفرقه. طب معلش، يعني احنا محتاجين ان الشيخ ده لو راح يسال رياض هل السيتي هياخد دوري ابطال اوروبا ولا مش هياخد دوري ابطال. فاتمنى يا جماعه لو تعرفوا توصلوا رياض محرز الرساله دي، ان احنا عايزين نسال الشيخ اللي هيروح للركن الشرعيه ده هل هناخد دوري ابطال اوروبا ولا مش هناخد دوري ابطال اوروبا، وهل السيتي معمول له عمل عشان ما ياخدش دوري ابطال اوروبا ولا مش معمول له عمل، وهل بيب جوارديولا عنده مشاكل مع الجماعه اللي تحت الارض ولا ما. لا اله الا الله، لا اله الا الله بجد، الله. نفسي اعرف الناس اللي بتطلع الكلام ده بتطلعه منين، لما افهم بفهمك، بس انت لو فاهم والنبي فهمني، هل القصه دي ممكن تكون حقيقيه؟ وهل انت مصدق ان اللي بيحصل مع منتخب الجزائر ده قصه صح ولا لا؟ مش فاهم. طب انا عايز اجيب شيخ اشوف احنا بنخسر ليه فرقه 2008، يمكن معمل لنا عمل.